مكملين معاكم مستمعينا على احلى اذاعه مزاج اف ام. سؤالنا كان: بتندموا على شيء عملتوه ولا بتندموا على شيء ما عملتوه؟ عم بتشاركونا على 0788953953 وعلى القاعه هذا الموضوع. وصلتنا كثير من الرسائل الصوتيه والنصيه، رح نقراها كده، رح نسمعها. دائما بنسمع من الاشخاص او من اللايف كوتشز او من هدول الناس بانه لا، انت اعمل عشان تتعلم، عشان بكره ممكن تندم انك ما عملت هذا الاشي. بس انت شو بتفضل، انك تندم على شيء عملته ولا تندم على شيء ما عملته؟ بداية يفيد بإيه الندم؟ تحياتنا لإلك للشخص بعت هاي الرسالة. ونحكي مساء الخير لأحمد حسيبة، يسعد مساك يا أحمد. وهنا عنا كمان بدنا نمسي على إيمان، يسعد مساك يا إيمان. وأيضا نحكي مساء الخير لنانسي، بتحكي دائما بحب أندم عشان الندم بيعلمني كثير أشياء في حياتي. مساكم يا حلوين، بسام النخيب معك مع حنين، كيفك؟ مشتاق لكم كثير. أنا لا بصراحة بندم على أشياء ما عملتها، لأنه في أشياء كتير كان بإمكاني أني أعملها وحابب أعملها، وبأماني من امبارح بلشت أعملها. والشعور لما أنت بتعملها صادم للناس اللي حواليك، فهذا شيء كتير حلو. مرحبا، كيفكم؟ معكم داليا من كندا. بفضل أندم على إشي ما عملته، لأنه إذا إشي ما عملته في لسه chance أنه ممكن أعمله. بس إذا إشي عملته وندمت عليه، شو اسمه، يعني ما في chance أني أقدر أغيره، خلص الإشي انعمل والغلطة صارت. الله يسعد مساكم معنا حنين، ويعطيكم ألف عافية يا رب. هلأ بالنسبة إلي ما بندم على إشي عملته، لأني بكون عملت الإشي من بعد ما فكرت فيه، يعني باختياري، فأنا اللي رح أتحمل نتيجة عملي إذا كانت إيجابية أو سلبية. ويعني ممكن أندم على إشي ما عملته لأني بكون ما شفت الصح بلحظتها، فبعد فترة بصير أحكي أخ لو عملت هيك، فبكتشف إنه يا ريتني عملت هيك، فبتندم إني ما عملت هاي الشغلة. نخاف في أوقات إنه نجرب إشي جديد أو إيش بكون في تبعيات وراء هذا الإشي اللي إحنا بدنا نعمله، بس مش غلط إنه الواحد يغامر، لأن المغامرة في بعض الأحيان هي بتكون الطريق الصحيح. وممكن في نفس الوقت لو غلطنا إحنا نعرف وين غلطنا، بنقدر ما نرجع نكرر هذا الغلط، بنتعلم من دروسه. واحنا دائما بنحكي وهذا الشيء مش احنا بنحكيه، عم بيحكوا لك اخصائيين نفسيين. مره عم بقرا ليش الندم مفيد، هذا الحكي مش من عندي، يعني ليش الندم مفيد، لانه لما انت تشعر بالندم بكون محفز كثير كبير لك، لانك تصير خطواتك صحيحه في المستقبل، بخليك تفكر بالامور بشكل عميق قبل ما تاخذ اي قرار، تتعلم من اخطاء الماضي لتحسن المستقبل. في كاتبة اسمها بروني وير عملت كتاب اسمه The Top 5 Regrets of Dying، هذه 10 ناس قربوا انهم انه خلص تنتهي حياتهم. فسألتهم سؤال: على شو بتندموا يا جماعة قبل ما يعني تنتقلوا الحياة الأخرى؟ فكلهم اجتمعوا على 5 أشياء اللي هم إنه يكون عندنا الشجاعة نعيش زي ما بدنا، مش كيف بدهم الناس نعيش. تمام، ما نشتغل كتير ونضيع حياتنا بالشغل، نعبر عن مشاعرنا إذا أني حابب حدا أحكي له أني بحبه، إذا حدا مشتاق له أحكي له أنا مشتاق لك، نتواصل أكثر مع الناس اللي منحبهم من أصدقائنا، ونسمح لحالنا نكون سعداء على طريقتنا إحنا مش على طريقة أي حدا. فدائما منحكي أنه الندم مفيد في بعض الأحيان، ولكن بدنا نوقف ونصفن عند القصة اللي صارت معنا واللي ندمنا عليها عشان نتعلم له. صح، مش هذا الحكي، مش إنه نندم ونرجع نكرر نفس الغلط ولا كأنه إحنا تعلمنا. فهون بصفي الندم ما إله فائدة. فالواحد لما يندم يحط قدامه خطة صحيحة لحتى يعرف يصحح الأغلاط اللي غلط فيها وما يرجع يندم نفس الندم. هلأ عمرو دياب بحكي لك: ونندم على عشرة الغلط. أنا هيك حسيت لازم تكون، ما بعرف، كنت بستناها من أول الموضوع أنا.